مرحبا بكم معايا مره اخرى في فلاشين ديالي ليدي ياقوت. في هذا النهار الممطر والبرد قارس، يعني الجو فريمون عجيب وزوين بزاف. انا كيعجبني الجو ديال الشتاء. فبغيت غادي نهضر لكم على الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم، اللي هو ان بيتي هول فيتمون. صافي لونطو في الحقيقه ما درتش هول فيتمون، خديت شي حاجه قبل مي كل مره سناخذ حاجه وكنلبسهم، دونك ما كيبقاش عندي ما يبقى يعني صافي كيمشيو، يعني ما كيبقاش نقدر نقدمهم لكم. فوالا، فهاد المره هادي خديت دي تروك قلال وقلت خصني نقدمهم لكم ونشارككم بهم. فوالا بغيف غادي نبدا اول حاجه بهاد الباسكيت لي في هاد الباسكيت هادي. انا كنت غنحماق باش ناخذها، فاش شفتها يعني داروا لها سولد مشيت كنجري تلاحيت عليها صراحه. يعني زوينه بزاف، خديتها ب 300 درهم من واحد لابوتيك كاينه في المعارف، خديتها سولد ب 300 درهم. فريمون توب وزوينين. وكتعرفوا حنا لي باسكيت هادي سي لا طوندونس، يعني بوندون هادي تقريبا واحد 4 ولا 5 هما سي ان دي موداب في الحقيقه لي باسكيت. وفوالا فوالا، وحمقتني انا هاد البيضه هادي اللي صطاتني، كان انواع واشكال بيان سور، مي انا حماقيت على هاد هادي فوالا فوالا. خديتها كيف قلت لكم من بوتيك في المعارف ب 300 درهم. زوينه زوينه، انا مغرمه بها صراحه، ممكن نبقى غير نشوف فيها هكا، يعني حمقاتني عجبتني. ما عرفتش نتوما كتموتوا على لي باسكيت ولا لا، مي انا ما كانش عندي معاهم بزاف صراحه. مي ملي جربتهم مع اللبسات وهذا لقيت بانهم كيطلعوا غزالين، كيطلعوا فنين. و فوالا فوالا، دونك خديت هاد الباسكيت هادي اديداس بون ايميتاسيون بيان سور، كي قال لي صنع من تركيا ماشي ديال المغرب وماشي شينوا بيان سور. بون كنشوف انا الكاليتي صراحه ماشي بحال اللي كان نعرفو. بون دونك كاليتي مزيانه صراحه، دونك خديتها ب 300 درهم. فوالا فوالا. التروك الاخر اللي خديت هاد البونطالون، اوب باردون، خديت هاد البونطالون هذا حتى هو خديتو من المعارف اللي في. انا كنغلب الحوايج اللي سناخذ كناخذهم ملي كنبغي ناخذ كندير بغي ندير شوبينغ ولا هذا، كناخذ اكثريه غير من لي بوتيك اللي في المعارف، سورتو اللي كاينين في ابن نافيز او اللي كاينين في بيك ديل هكذا، اللي في الطريق ديال بيك ديل. فوالا هادو هما البلايص اللي كناخذ منهم انا لي تروك ديالي، يعني باش ما تسولونيش على البلايص يعني ولا لي بوتيك اللي كناخذ منهم، فهما ديال المعارف. فوالا هاد البونطالون هذا خديتو توب ديالو زوين بزاف اللي فيه كيتيره، يعني ممكن تاخذو اي بنت يعني غليظه رقيقه يعني تقدر تلبسو. كاين لي طاي بيان سور غزال عجبني بزاف، و توب ديالو الاستيك كيف قلت، ومن برا تيبان لك بانه تقدر تلبسيه في الصيف وتقدر تلبسيه حتى في الشتاء، فهو زوين بحال كولون. فوالا هو بحال كولون، ماشي كولون مي الشكل ديالو زوين من اللور عادي، في هاد لي ديتاي هكايا صغيورين زوينين عاطين واحد المنظر عجيب. وهو يعني زوين صراحه، حتى قيستو جاني غزال وطاح علي كيف ما انا بغيتو. فوالا فوالا، خديتو ب 150 درهم لي في، حتى هو من بوتيك في المعارف. فوالا خديت واحد تريك اخرى هي هاد باردون، خديت هاد الغوب هادي ب 150 درهم حتى هي في من المعارف. الا شفتو طويله بزاف، طويله فوالا طويله، تقدر تلبسيها غير هي بوحدها سيرتو الربيع الجاي، يعني البرانتون كنعرفو البرانتون كيبغي حوايج مازال شويه دافيين، يعني ما يكونوش صيفيين بزاف وما يكونوش عاوتاني سخان بلا قياس، يعني بين وبين هذا يعني الربيعي صراحه. تلبسيها في الربيع ويعني في البرانتون مع بونطالون مع بون بونطالون وي مع انا نشوف كيفاش غندير ليها، اولا مع غير ليبا هكا وشي صبيبات فيها لي موتيف من هنايا زوينين بزاف سامبل. وحتى لي كولور عجبوني بزاف، لي كولور كاين البلو غوا، كاين نوار، كاين البلو بلو ماري باردون كرونا، كاين البيض فوالا. والكمام ديالها كيجيو مقبوطين لان قيستها، كيجيو مقبوطين، يعني بالنسبه للملتزمات اللي فيها هادي يعني تجي معكم مزيان صراحه. بالنسبه اللي كيلبسوا فول كيديروا فولار فهاد الغوب هادي
vraiment très récon, voilà. 150 dirhams, musique avec moi, voilà. Donc, quand tu as fait ça, ça a 150 dirhams, madame, je suis sorti l'or d'yel ou les filles, toi, ou le coddam d'yel ou le qsir, fille, les trucs, hado. مديرينهم في بزاف ديال الحوايج صراحه بغيت انا ناخذ منهم هاد هاد التيشيرت اللي دايرين لهم هنا مزوقينهم بهم تو سامبلومون في ودير هنايا عقيده في الجنب هذه هي اللي ما عجبتنيش تقريبا اللي ما عجبتنيش هما هاد العقيدات اللي دايرين لنا في الجنب يعني ممكن نحلهم ممكن نخليهم يعني انا يعني نقدر نحيدهم كاع ماشي مشكل مي هو كيفاش هو جا كيفاش هو التريك يعني كيفاش هو داير البول فريمون توب يعني البول عجيب انا عجبني زوين بزاف 150 درهم لي في غنوريكم تريك اخر بالنسبه للساك لي في خديت هاد الساك هذا في الحقيقه خديته هادي مده وخديته من سونتر فيل خديته من باب مراكش كنت باغا ناخذ هاد لي تريك باغي ناخذو فيهم في جوج ديال الجهاز صغير شيك و فوالا كيتلبس بحال هكا فوالا وانا كيحمقني هاد يعني فغي كوير يعني هاد الساك هادو اللي متيعجبني فيهم هما واحد لودوغ يعني خيبة صراحة تي فيهم واحد لودوغ مكتعجبني صراحة لودوغ خيبة بلا قياس فوالا فوالا هادشي اللي كاين هادشي اللي خديتو هذا يمكن وقيله ب 450 الا ما خفت نكذب بون الا ذاكرتي بون الا ذاكرتي تنفعني خديتو ب 450 الا ذاكرتي كتنفعني فوالا زوين بزاف وعجبني وشيك وكيتمشي مع كلشي كيمشي مع اي لبسه كيمشي مع اي سوا سبور سوا كلاس يعني كيمشي مع كلشي فوالا تو سامبلومون فوالا فوالا هادو هما لي تخوك لي خديت وحبيت نشارككم لان صافي لونطو الحقيقة مدرتش هول فاتمون وجات فرصة انني ندير لكم ان بوتي هول فوالا هكا على السريع ما نطولش عليكم لي في كنتمنى لكم الدفء والحب والحنان في هذا الجو القارس وهذا الجو الممطر وانا كيحمقني الجو ديال الشتا الجو ديال البرد فوالا فوالا ما نطولش عليكم لي في فوالا بيزو بيزو يلا بخشي